السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري. والبداية بمناسك الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث يعود اليوم أول فوج من حجاجنا الميامين إلى أرض الوطن بعد أدائهم فريضة الحج. ضيوف الرحمن أنهوا أمس في ثالث أيام التشريق مناسك الحج بعد رمي الجمرات الثلاث وطواف الوداع في أجواء إيمانية يطبعها الخشوع والسكينة. هذا وتجاوز إجمالي عدد حجاج هذا العام 1,800,000 حاج من شتى بلدان العالم بعد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا. في الحدث الرياضي العربي، لا تزال الوفود المشاركة في الطبعة 15 للألعاب الرياضية العربية بالجزائر بين 5 و15 جويلية الجاري لا تزال تصل تباعا إلى بلادنا. الطبعة تأتي تحت شعار بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي، تحتضنها 5 مدن جزائرية وتشارك فيها أكثر من 3,800 رياضي ورياضية يمثلون 18 دولة عربية. هذا وباتت الجزائر على أتم الجاهزية لاحتضان المنافسات بمنشآت رياضية وهياكل استقبال بمقاييس عالمية، فيما تزينت شوارع والولايات المستقبلة للتظاهرة برايات الدول المشاركة وشعار وملصقات الأعلام الألعاب أقول. الجزائر التي أثبتت علو كعبها في احتضان المنافسات الرياضية القارية والعربية والدولية بمنشآت رياضية وهياكل إقامة واستقبال بمقاييس عالمية هي اليوم أيضا على موعد رياضي آخر، الدورة 15 للألعاب الرياضية العربية، حدث رياضي عربي برمزية عيدي الاستقلال والشباب. ولإنجاح التظاهرة وضعت لجنة التنظيم كل الترتيبات اللازمة لاستقبال الفرق المشاركة والتي بدأت أمس في التوافد على مدينة وهران. مشكورين على الاستضافة، تقريبا الاستضافة كانت طيبة أكيد بعد البرود والأشياء اللي شفناها في الاستقبال. استأنسنا في الحضور في الجزائر وإن شاء الله نأدي أداء طيب ونحرز الميداليات لكي نفرح دولة الإمارات. استقبال كتير حلو ورائع، بيعبر عن حضارة الجزائر العريق وكتير انبسطنا بهذا الاستقبال الحلو. شكرا لكم. نشكر الشعب الجزائري على هذا الترحيب، وبنشكر يعني كل فرد من أفراد الجزائر على حبهم، وبنحكي لهم إنه إحنا كمان إحنا بنحبكم أكتر ما بتتصوروا. المشاركون في الألعاب الرياضية العربية شادوا بدور الجزائر في لم شمل الدول العربية من خلال هذا المحفل الرياضي العربي، وكما أكدوا نجاح الجزائر في تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية بتوفير ظروف الإقامة الراقية، كما أعربوا عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال. الصراحة احنا تفاجأنا بالتنظيم الجيد في بلدنا الثاني الجزائر. هي كانت النسخة 14 كانت في قطر في 2011، وحين احنا نشارك في بلدنا الثاني في الجزائر في 2023. انقطعت مدة البطولة تقريبا 12 سنة لما حصل من ظروف وكورونا، والحمد لله حين احنا اهم حاجه عندنا التجمع العربي في هذه البطوله. حب انقل يعني تحياتي وتحيات البعثه الاداريه للجنه المنظمه بالجزائر، ونشكرهم على الجهود الكبيره اللي قاموا فيها في فتره بسيطه. مثل ما تفضلت الدوله العربيه تاخرت من عقب قطر الدوحه. نحن نشكر الجزائر على المبادرة هذه الجريئة، أنا أقول لأن تكون أنت تقيم دورة عربية تحتاج إلى إمكانيات وتحتاج إلى كثير من الأشياء يمكن ما تتوافر عند كثير من الدول العربية. طبعا هاي المرة الأولى عندنا بالجزائر، استقبال كان جميل عندنا من قبل الوفد الجزائري، ونطلع أنه تكون بطولة منظمة وجميلة وإن شاء الله نحقق إنجازات جيدة. وكانت تحضيراتنا يعني جيدة لهاي البطولة عن طريق بطولات قبلها ومعسكرات، وإن شاء الله تكون نتائج جيدة.
وضمن برنامج الألعاب الرياضية العربية بالجزائر تنطلق اليوم مباريات كرة القدم، حيث يستضيف ملعب 19 ماي بعنابة بداية من 5:30 مساء مباراة السودان لبنان والجزائر عمان في 9 ليلا بالملعب نفسه، فيما يستضيف ملعب حملاوي بقسنطينة مباراة المملكة العربية السعودية ضد سوريا في 5:30 مساء، وفي الملعب نفسه تجرى مباراة فلسطين موريتانيا في 9 ليلا. هذا وتتواصل بالمركب الأولمبي 5 جويلية التحضيرات لضبط الترتيبات الخاصة بحفل افتتاح الألعاب، حيث تم تصهير كافة الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح هذا الموعد الرياضي. في مجال المعرفة والابتكار، تمكن طالبان جزائريان في الهندسة الكيميائية بجامعة قصد مرباح بولاية ورقلة من حيازة شهادة مشروع مبتكر من وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. الطالبان يطمحان إلى تجسيد مشروعهما على أرض الواقع واستحداث مؤسسة ناشئة، يقول حمزة ملوحة. خالد وأسامة طالبان متخرجان حديثا من جامعة قصد مرباح بورقلة، مهندسان في الكيمياء، تمكنا من تجسيد مشروع لاستخراج السكر من النباتات الطبيعية موجه لمرضى السكري والسمنة، إنجاز تحصل على شهادة مشروع مبتكر من وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. هادو الناس كما نعرفوا كامل باللي شغل عندهم مشكل مع السكر العادي، ما يقدروش يتناولوا السكر تاع المائدة، يلتجئوا لهذا السكر. هذا النوع من المواد حاليا يستورد من الخارج 100%. هنايا سنين جسدنا الفكرة من مخبر هنايا من ولاية ورقلة في الجزائر تحديدا، من الزراعة تاع النبتة حتى آخر منتج. المنتج هذا عنده مستقبل واعد في الجزائر. كما تعرفوا عندنا 15 مليون جزائري يعاني من السمنة و5 ملايين مصاب بالسكر، وبالتالي هذا عندنا 20 مليون. يعني هذا المنتج راح يمثل حل بالنسبة ل 50% من المجتمع الجزائري. الطالبان يطمحان إلى تجسيد مشروعهما على أرض الواقع باستحداث مؤسسة ناشئة تكون فضاء لتطبيق أفكارهما الابتكارية من جهة، وتساهم في تلبية احتياجات السوق الوطنية من جهة أخرى. لقينا المساعدة ولقينا يعني المرافقة، بإذن الله هذه الأشياء راح تجسد، راح تخرج من مخابر وتروح إن شاء الله للصناعة، تكون يعني صناعة جزائرية 100%. لا نركز على النقطة هذه، يعني لأن الموارد الأولية كلها طبيعية ومصدرها هي الجزائر. مشروع ابتكاري يندرج ضمن الصناعات الغذائية التحويلية، يثمن الموارد الطبيعية الوطنية قصد استغلالها لتوفير مناصب شغل ولخلق الثروة. دوليا يواصل نظام المخزن إسكات صوت الحق والحرية للنشطاء الحقوقيين في خطوة ديكتاتورية جائرة أخرى في حق المغربيين الأحرار من نشطاء الريف الرافضين للاستبداد والعبودية، الذين نظموا وقفة أمام وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية ببروكسل من أجل إعلاء صوت الحق ومساندة القضية العادلة للمعتقل أحمد البرتكيز والمطالبة بإطلاق سراحه. إيمان بالمولودة. مرة أخرى يظهر نظام المخزني المستبد حقده وعداوته لكل صوت حر ينادي بالتحرر ويرفض العبودية والاستبداد، وهو حال معتقل الرأي أحمد البورتكيز المعروف بدعمه ومساندته لحراك الريف منذ سنوات، والذي يقبع في السجون المخزنية لا لسبب إلا أنه ساند قضيته وطالب بالحقوق المشروعة لبني جلدته الذين يعانون الأمرين بسبب نظام ديكتاتوري جائر. الملك راه غير بشر، ولكن الافعال ديالو واللي دار في المسلمين ديالنا في الروافه ديالنا ما نقبلوهاش من عنده. سيام ديكتات سي مجرم. اش غادي نقول على هذوك الناس اللي يسجنهم؟ واش طلبوا الحياه، طلبوا السبيطاره، طلبوا المعيشه. 20 عام والشاب عنده 30 عام ويدوز 20 عام بالحبس واش يبقى؟
النظام المخزني يواصل مسلسل الأحكام الجائرة في حق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الكلمة الحرة، مستغلاً القضاء لتصفية حساباته السياسية مع منتقديه وكل من يعارض توجهاته. نحن كجمهوريين مغاربة نطالب دائماً بإسقاط هذه المنظومة الخبيثة، نساند الإخوان الريفيون التي يتم دائماً اختطافهم من هذه التلة الخبيثة التي يترأسها الملك محمد السادس انتقال للفصل 42. الإخوان الريفيون التي لهم حقوق ولهم جمهورية التي تمت خيانتها من طرف العلويين، وكذلك من ساند الإخوان الصحراويين. فلهذا نطالب من جامع الإخوان الريفيون والصحراويين مساندة الشعب المغربي التي يطالب بإسقاط هذا النظام الخبيث، والحل الوحيد هو التجمع من أجل إسقاط هذه المنظومة. وقفة احتجاجية نظمت أمام وزارة الخارجية البلجيكية ببروكسل تضامنا مع أحمد البورتكيز البلجيكي ذو الأصول المغربية الريفية. إسكات صوت الحق للناشط الحقوقي البورتكيز والكثيرين من أقرانه الأحرار يعد انتهاكا للحرية الشخصية من جهة، وسدا لعديد العثرات والثغرات لنظام المخزن المخزي من جهة أخرى. نحن نتواجد هنا أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية ضد ما فعلته الدولة المغربية في أخينا وزميلنا المسمى أحمد البورتكيز الذي تم اعتقاله من طرف السلطات المغربية من مطار الناظور الدولي، وتم نقله مباشرة إلى الدار البيضاء من أجل خضعه للتحقيق. مطلبنا هنا أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية هي أن تتدخل الدولة البلجيكية بشكل قوي وأن تضغط على الدولة المغربية من أجل إخراجه في أسرع وقت ممكن. الإشكالية اليوم فيما يسمى بالمغرب هي النظام العلوي، وهذا النظام الدكتاتوري المبني على استبداد الشعب أو الشعوب الثلاثة في المنطقة، وهم الشعب الصحراوي في الجنوب والشعب المغربي في الوسط والشعب الريفي. وهذا الأمر لازم ينتهي، لازم الشعوب الثلاثة أن تستيقظ من سباتها العميق وأن تقول كلمتها الأخيرة. ستستمر أشكال نضالية أخرى إلى غاية تحرير أخونا أحمد البورتكيز من سجون دولة الاحتلال. وحسب شهادة من سجون الرباط، فالناشط الحقوقي أحمد البورتكيز يتعرض لأقصى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، كما تم تفتيش زنزاناته وابتزازه بألفاظ دنيئة من قبل موظفي السجن. أخونا أحمد البورتكيز إلى حدود اللحظة ما زال كيعاني، عليه ابتزازات، عليه يعني الضرب، تعرض لضرب ضرب نفسي، ضرب جسدي، ابتزازات كما سبق وكل. لهذا كنأكد أمام مقر وزارة الخارجية البلجيكية أنهم مجبرين يدخلوا لإنقاذ هذا المواطن البلجيكي من أصول الإرهاب. شعارات قوية تستنكر جملة وتفصيل الاعتقالات السياسية بتلفيق التهم للمعارضين الأحرار، شددت في مجملها على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين والوقوف مع القضايا العادلة، عسى أن يصل صوت أحرار الريف إلى أصحاب القرار في بلجيكا والعالم. في تطورات الوضع بفرنسا، تتواصل لليوم الخامس على التوالي الاحتجاجات والاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة رغم التعزيزات الأمنية المنتشرة في العديد من المدن، في وقت تسعى فيه حكومة إيمانويل ماكرون منع توسع الاضطرابات إلى أماكن أخرى، حيث نفذت الشرطة مساء أمس حملة اعتقالات بالشانزليزيه وسط باريس، مما أدى إلى وقوع صدامات مع المتظاهرين. هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم عن اعتقال 719 شخصا خلال المواجهات التي وقعت مساء أمس في عدة مناطق ومدن فرنسية. وكانت الداخلية الفرنسية قد جندت نحو 45 ألف عنصر أمن بين شرطة ودرك
وعلى خلفية الأوضاع المضطربة تم إرجاء زيارة الرئيس الفرنسي المقررة مساء اليوم إلى ألمانيا. بهذا الخبر نطوي أوراق هذه النشرة الإخبارية. أشكر لكم المتابعة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.